السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جيب لكم مستحضر عبارة عن مستخلصات النباتات الطبية العطرية. المستحضر ده عبارة عن رافع مناعة، بيستخدم في وقاية الطيور وعلاجها من معظم الأمراض الفيروسية، ورفع مناعة الطيور ضد الإصابة بالأمراض البكتيرية والفطرية، ويستخدم في تحسين الحالة الصحية بصفة عامة للطيور. المستحضر ده عبارة عن زيوت عطرية زي ما قلنا. المكونات بتاعته عبارة عن زيت الزعتر 100 جرام في اللتر، وزيت النعناع اللي هو المنتول ده برضو 100 جرام في اللتر، وفي زيت الأوريجانو اللي هو الكارفاكرول والسيمول مع بعض ده 50 جرام في اللتر، بالإضافة إلى فيتامين ه 5 جرام على اللتر. وفي بعد كده المواد الحاملة والمواد المستحلبة اللي هي بتخلط الزيوت دي مع المية. أنا بضيف المستحضر ده لمية الشرب بمعدل 2 سنتي لكل 20 لتر مية، ده في حالة الوقاية. لو هعالج طبعا بزود الجرعة دي شوية، بخليها 1 سنتي على 10 لتر، دي بتكون كويسة يعني. ولو في إصابة فيروسية عندي ممكن أزود الجرعة شوية، بس ما زودهاش جامد لأن المستحضر ده بيدي الطعم مر شوية للمية كده، فالطيور ممكن ما تشربش المية لو نسبة الإضافة زادت. طبعا المستحضر مضاف إليه فيتامين ه، ومعروف إن فيتامين ه يعني بيرفع مناعة الطيور وبيحافظ على الخصوبة. أنا لو بستخدم الطيور دي اللي بستخدم المستحضر ده للطيور، يعني صعب إن أنا ألاقي فيه مشاكل في الخصوبة بتحصل. المستحضر هو ممكن يكون سعره غالي شوية، بس نتيجته ممتازة يعني. هذا برضو يعني لما بضيفه في المية بيحافظ على ان المية تبقى نقية، ما بيحصلهاش ما فيش نشاط بكتيريا وفيروسي بينشط فيها. يعني بيستخدم ضد جميع الأمراض اللي هي ممكن تصيب الحمام. أنا يعني بنصح أي حد يربي حمام إن هو يشتغل بالمستحضر ده. لو ما لقيتش المستحضر ده، في بدائل ليه تاني، في حاجة اسمها روبا ديار بدل روبا فينت، ده طبعا هو مستورد، في بدائل مصرية لي. أهم حاجة يبقى المستحضر في الزيوت العطرية دي اللي هي السيمول والمنتول والكارفاكرول، أي منتج فيه المكونات دي استخدمه على طول يعني. طب أنا لو ملقيتش المستحضر ده، فأنا ممكن أجيب الزيوت دي من عند العطار، أجيب زيت النعناع وزيت الزعتر وزيت الأوريجانو وأضيفهم مع بعض بالنسب اللي هي متضافة هنا 1:1:5، وممكن أخلطهم على أضيفهم على العلف اللي أنا بقدمه للحمام. لأني طبعا أنا لو جبت الزيوت دي مش هينفع أخلطها مع المية من غير مادة مستحلبة.
بس هنا المستحضر ده متضاف له مادة مستحلبة بتخلط الزيوت دي مع المية، فما بيبقاش في مشكلة في الإضافة. فأنا لو ما لقيتهوش ممكن أستخدم الزيوت دي من عند أي عطار بجيبها وأشتغل بيها، بتديني نتائج حلوة خالص في يعني مشاكل الأمراض والمشاكل المتعلقة بالبيض وكل المشاكل دي، وبتديني برضو زغليل حجمها كويس وحلو وما بيبقاش فيها أي مشاكل يعني. فده عن تجربة احنا اشتغلنا بيه وبيدي نتائج ممتازة يعني. وانا بنصح اي حد بيربي حمام ان هو يشتغل بالمستحضر ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.